قيس المرشد. أهلا بكم. هذا يتحدث عن انهيار قريب للعملة العراقية، وآخر يقلل من أهمية ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار ويصفه بالفقاعة، ومنهم من يذهب إلى اتهام البنك المركزي ومزاد عملته بالفوضى التصريفية. ومن هنا وهناك كثرت التحليلات المالية إزاء مستقبل العملية المحلية العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وسط صمت محكم وغير مبرر من قبل إدارة البنك المركزي العراقي تجاه كل ما يحدث. التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. صدمة كبيرة شكلها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في هذه الأيام لدى كافة طبقات المجتمع العراقي. مختصون في القطاع المصرفي عزوا ذلك الارتفاع إلى قلة موارد العراق وتراجع كميات النفط المصدرة وانحسار التبادل في السوق بفعل الأزمة المالية، وهذا ما دفع البنك المركزي العراقي إلى خفض حجم التداول بالعملة للتقليل من نسبة العجز في الموارد. يعتمد على سياسة البنك المركزي العراقي وطرحها طرحها للدولار في السوق، وهذا حتما متأثر بما نسميه احنا العوامل الرئيسية اللي هي الموازنة. تأخر الموازنة هذا ايضا من ضمن العوامل اللي الحقيقة تؤدي لارتفاع سعر الدولار، إضافة الى اسعار النفط العالمية. واحنا كلنا نعرف انه بلدنا هو يعني يعتمد على موازنة ريعية، ولذلك كان على المصارف أن تواجه تحدي. هذا التحدي يأتي من خلال شحة الدولار الأمريكي، الدولار المتوفر بالسوق، إضافة إلى المضاربات اللي يقوم بها بعض المضاربين في سبيل جني أرباح عالية. هذه العاملين الأساسيين هو اللي يخلي السوق العراقي يواجه عدم استقرار في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. العملة العراقية الآن أصبحت هي العملة الصعبة، صعوبة الحصول عليها لأن سعر الصرف أعلى من قيمتها الحقيقية بالسوق، فلذلك هذا أدى إلى انخفاض الصناعة والزراعة وإلى تشجيع الاستيراد، اللي أصبح العراق بموجبه بلد مستورد وبلد تجاري غير زراعي بعد إن كان زراعي وصناعي. وبارتفاع سعر صرف الدولار في العراق تأثر المواطن العراقي بعد أن ارتفعت أسعار البضائع في السوق، كون معظم المنتجات في السوق العراقية مستوردة من الخارج وبالدولار، بالإضافة إلى بروز مشاكل كبيرة لدى التجار ورجال الأعمال ووضعتهم في دائرة الحرج مع زبائنهم بفعل تراكم الديون التي تغيرت قيمتها مع تغيير سعر الصرف. سوى كله تأثير سلبي على حركة السوق وعمل فوضى وإرباك في السوق العراقي، وبالتالي راح يتأثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يؤثر بالنتيجة على طبق شريحة كبيرة من الشعب العراقي وخاصة الموظفين والفقراء. إرباك السوق بهيش طريقة راح يأثر على اقتصاد العراق. زامن هذا الصعود الدولار، زامن صعود المواد الأولية. كل طن عندنا هذا الشهر صعد من 200 دولار إلى 300 دولار الطن الواحد. هذا الشيء صعود عالمي مو عادي عندنا. إحنا كان يصعد عندنا دولار الطن للمواد الأولية 30 دولار 40 دولار 50 دولار 60 دولار، بس مو يصعد له صعدة واحدة 200 دولار 250 300 دولار. صار 300 دولار الصعود، يعني راح شي سوى عندنا حركة السوق يعني شنجها. لكن مختصون في القطاع الاقتصادي يعتقدون أن الحل الأمثل لاستقرار سعر الصرف والسوق العراقية بشكل عام يعتمد على التنمية، فكلما شهدت القطاعات الصناعية والتجارية نموا ازداد حجم تداول الدولار، وهذا يعني أن الاقتصاد أصبح قويا ولا تهزه تقلبات أسعار النفط من عدمها. لبرنامج دينار، علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. أما ضيوفي لهذه الحلقة فهم We'll be right back.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، وأرحب أجمل ترحيب بضيوف الكرام، وأبدأ مع الخبير في القطاع المصرفي السيد عبد الحسين المنذري. مرحبا أستاذ عبد الحسين. أهلا وسهلا ومرحبا. نبدأ من عنوان الحلقة، هل يعني التدهور أو يعني التناقضات التي دارت ما بين الدولار والعملة المحلية دينار العراقي وارتفاع سعر الصرف هذه الأيام الأخيرة، هل بداية لتدهور العملة المحلية فعلا أم هي أزمة مفتعلة أستاذ عبد الحسين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا قناة العراقية على الاستضافة. حقيقة الانخفاض المفاجئ اللي صار بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار هو سبب يعني إرباك وعدم تنسيق بين السياستين النقدية والمالية، لأنه تصدر تصريحات من وزارة المالية بخصوص الرغبة في تخفيضها حتى تزيد إيرادات الموازنة، ومدعومة بموافقة يعني مفترضة من صندوق النقد الدولي. بعض الأخوة السياسيين أيضا صرحوا بأنه باللجنة المالية البرلمانية يريدون يعدلون سعر الصرف، وطلع بعض السادة النواب أكدوا هذا الكلام. بعض الاقتصاديين أيضا يعني يرون أنه تخفيض قيمة العملة أمام الدولار الأمريكي اللي حيوفر بعض السيولة للموازنة، وهاي كلها يعني خلت المجتمع والصرافين والاقتصاديين يعني يهرعون إلى إبدال عملتهم العراقية بالعملة بالدولار، متوقعين أنه اللي حيتم تخفيضها إلى 1300 أو 1350، وبعضها راح أبعد وصل إلى 1500. هاي يعني الارباك اللي صار طبعا اثر على السوق وما الى كل مبرر، لانه اي بنك مركزي بالعالم من يريد يخفض قيمه العمله مالته يخفضها بشكل يعني يبلغ البنوك بها، وصارت هاي يعني باليمن بال95 من خفضوا الريال يعني اجتمعوا بالليل بالبنوك وقالوا لهم بكره يصير الريال 73 مقابل الدولار الامريكي بشكل مفاجئ، يعني ما يبدون يعني قبل فوضى بهاي الفوضى اللي صارت الارباك السوق. نعم هاي اللي سببت يعني الارباك اللي صار، والناس عندهم يعني من يعني فتره الحصار من التسعين ل 2003 يعني عندهم تجربه انه بكل فتره تنخفض قيمه العمله، والبنك المركزي ما كان مسيطر على المستوى السيولة ومستوى النقد اللي موجود بالأسواق، وهذا كان يعني انخفاض مستمر. هالمرة إذا تبقى هاي التناقضات والتصريحات اللي حيكون الوضع مشابه لفترة التسعينات. زين، أفهم من كلامك بأن العراق ماضي باتجاه تخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار أستاذ عبد الحسين، وفق هذا تحت غطاء رسمي برلماني يعني حكومي بنك مركزي، أكو هي التوجه؟ يعني البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بالعمل بتخفيض قيمة الدينار. زين. ويعني أنا يوم الأحد كنت بلجنة وسألتهم. زين. قالوا ما عندنا أي رغبة بتخفيض قيمة الدينار. نهائياً البنك المركزي ما عندنا. يعني يوم الأحد كلامهم. طبعا. يعني. أنتقل الآن إلى ضيف آخر ورحب به مرة أخرى، عضو اللجنة التنسيقية لتجارة العراق والتاجر بنفس الوقت السيد محمد صادق المرسومي. مرحبا أستاذ محمد. أهلا ومرحبا بكم. أستاذ محمد، يعني ليش هاي الفوضى يعني بس بالعراق تصير تقريباً أكثر المرات؟ بتغيير سعر الصرف، ارتفاع انخفاض، تدهور السوق، مخاوف الناس تزداد بين فترة وأخرى، شنو سببها؟ في بادئ الأمر السلام عليكم أولا، وأشكركم ثانية للاستضافة، وأهلا وسهلا بضيفكم الكريم أرحب بك أستاذ عبد الحسين. كما تفضل أستاذ عبد الحسين، بالنسبة للفوضى العارمة الموجودة الآن في السوق العراقية هو أنه عدم سيطرة الدولة، عدم سيطرة الدولة أي البنك المركزي على سعر الصرف. أنا أعلل هذا الموضوع، أعلله وأعطي سبب إلى بالنسبة للجانب التجاري، وأقول أنه المزادات، مزادات العملة هي سبب. زين. مزاد العملة، الدولة حاصرة بيع الدولار للمصارف، المصارف الأهلية. زين. هذا الموضوع، المصارف الأهلية يوميا يبيع البنك المركزي 150 إلى 200 مليون دولار حوالة خارجية للبنوك الأهلية. هذا الموضوع
بالأحرى هو المفروض يكون للتجار، المفروض يكون للتجار. زين. مدى يوصل للتاجر هذا التحويل، أو هذا التاجر مدى يستفاد من هذا التحويل إطلاقاً؟ ده تستفاد من عنده فقط البنوك الأهلية فقط، وأقولها بالفم المليان فقط، ده يستفاد. والفروقات اللي الحاصلة بين سعر الدولار الرسمي، سعر دينار عراقي الرسمي مقابل سعر السوق، فرق شاسع الآن صار، بالأحرى هو شاسع من البداية، الآن صار أصبح أكثر يعني تسعة. أرباح طبعا أرباح كارثية. هذه معناتها استنزاف العملة، استنزاف العملة الداخلية وتهريبها خارج البلد. بالنسبة لي ال 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 ازدياد سعر الدولار، ازدياد سعر الدولار حالة طبيعية كما تفضل الأستاذ حسين، حالة طبيعية، لأنه تصريحات قسم من المسؤولين بأنه الدولار راح يزيد، أو 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 الدولة في نيتها تغطي عجز الموازنة 2021. شلون تغطيها؟ بزيادة انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل سعر الدولار. فلهذا السبب أصبح عند العالم خوف كبير جدا لذهابهم إلى شراء الدولار، مع أنه إحنا نعرف أنه 77 تقريبا بالمئة من الـ من الـ من الـ من الأموال العراقية، العملة النقدية العراقية الخاصة بأموال الشعب، هي مكتنزة بالبيوت. من الشعب يسمع هكذا تصريحات فأكيد يذهب إلى شراء الدولار، الدولار وتغيير العملة المحلية بالدولار، وأكيد من ازداد الطلب ازداد السعر. تمام. أستاذ محمد، حضرتك قلت بأن مزاد العملة هو السبب بعدم استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار، أو العكس يعني. ما هو البديل عن مزاد العملة؟ هل من بديل؟ نعم نعم نعم، البديل هناك يجب على الدولة أن تفتح عدة نوافذ، نوافذ لبيع العملة. نوافذ مباشرة تقصد؟ نعم، مباشرة للتجار الصغار والمتوسطين. ليس كل التجار هم أصحاب الملايين، هذا مو منطق بالعالم كله. يعني أكو تاجر يعمل، أكو طبقات التجار، تاجر صغير وتاجر متوسط وتاجر كبير وأكبر وأكبر وهكذا. فيجب أن تفتح منافذ عديدة لبيع الدولار، أو نسميها الحوالة الخارجية، أمام المستوردين الصغار والمتوسطين بطرق مدروسة وحقيقية، طبعا ضمن خطط. يعني مو يعني ما أتكلم هكذا كلام بالفوضى، أي تاجر يروح يقول للبنك أنا عندي حوالة يطيل، لا لا، ضمن أصول وضمن تحقيقات معينة وضمن أوراق رسمية تأيد بأنه مستورد وأنه حقيقة تاجر. فأفتح له هذا الموضوع، راح يقلل، أنا برأيي يقلل من حلقات الفساد، ويقلل من تحالفات الفساد اللي حاصلة بين المصارف الأهلية، واعتبرها المستفيدة الأولى في هذه العملية، والمتضرر الوحيد هو المواطن العراقي، وبالخصوص الطبقات الفقيرة والطبقات يعني الموظفين بصورة عامة. تمام. أستاذ عبد الحسين، كثير من التجار أو أغلبهم يعتبرون بأن المصارف حلقة زائدة في عملية التصريف، يقول لك ما الداعي، وحسب ما ذكره أيضا وأكد أستاذ محمد صادق، أنه ما الداعي من وجود المصارف، إحنا تكون عندنا إجراءات معينة، آليات محددة، شروط من قبل البنك المركزي كتجار، نستلم الأموال لشراء بضائع معينة، لاستيراد بضائع وفق شروط. هل تعتبر فعلا بأن المصارف الأهلية حلقة زائدة في مزاد العملة؟ لا لا، مو حلقة زائدة. المصارف الأهلية هي الجهة الوسيطة ما بين شركات الصرافة وما بين البنك المركزي. زين. لأن البنك المركزي ما يفتح حسابات شركات الصرافة، وإنما يفتحها عن طريق المصارف، والمبالغ اللي تباع يستوفي أجورها من الحساب الجاري للمصارف. ولهذا فهي موجودة يعني حكما لسببين. أولا، المصارف هم عندهم حوالات خارجية للتجار لأغراض الاستيراد، وثانيا هم المسؤولين عن إعطاء الكاش اللي ينباع شركات الصرافة. زين. فهي مو حلقة زائدة، ولكن يمكن تنظيم هذا العمل، يعني المصارف بالرجوع إلى أساسيات العمل المصرفي. لكن ده تصير مشاكل أستاذ عبد الحسين، المصارف دي يسببون مشاكل. يعني على سبيل المثال، كثير من التجار دي يروحون للمصارف يقولوا احنا ما عندنا دولار، يا برد استورد بضاعة، يقول احنا ما عندنا،
في حين هو مستلم حصته الحصة مالته الساعة 9 الصبح تروح له 9 ونص يقول لك ما عندي، وين راحت الفلوس؟ هو احنا بالنسبة عندنا بالعراق التجارة يعني مدعومة، ولو يلجؤون إلى هم التجار نفسهم لو يروحون يفتحون حسابات المصارف الحكومية وحتى الخاصة ويفتحون اعتمادات مستندية ألسي كان استقر يعني السوق واستقرت المعاملات، بس هم ما يريدون حتى لي تطلع عليهم ضرائب في يوم من الأيام أو جمارك أو شيء آخر، لهذا يلجؤون إلى الحوالي المصرفية عن طريق يعني مصارف موجودة حاليا مصرفين بالإمارات، هم ذول اللي يستلمون حوالات من المصارف الأهلية مالتنا يعني بتنسيق مع الجانب الإماراتي وصندوق النقد والخزانة الأمريكية حتى تتراقب حركة هاي الأموال، إلا أنه بعض يعني الحوالات ما تجي مقابلها سلع وما تدخل بشكل يعني رسمي حتى تخضع للضريبة أو للرسوم الجمركية. تمام. وهذا اليوم يعني أكدته هيئة النزاهة باستطلاعها اللي تم خلال الأشهر الماضية. زين، حصة كل مصرف إيش قد يوميا أستاذ عبد الحسين؟ حسب يعني مهم البنك المركزي صنف المصارف حسب رؤوس أموالها، بعض المصارف رؤوس أموالها 300 مليار، بعض المصارف 250 مليار، وبعضهم ما وصلوا لهذا المبلغ، وصلوا لل 200 ولل 150، فخلوهم يعني فصارت يعني التصنيفات الفئة أي والفئة بي والفئة سي، والفئة دي محرومة يعني نهائيا لأن هذول ما واصلين رأس المال. هاي الفئات الأولية أي وبي ذولا هم اللي يأخذون ما يعني ما لا يزيد عن 7 مليون دولار يوميا. كل مصرف؟ كل مصرف نعم. كل مصرف. وكانت يعني حتى قبل شهر كانت تصدر جدول يومي من البنك المركزي ساعة بالوحدة تندرج بها أسماء المصارف وتصنيفاتها والمبالغ اللي تحولت لها بمزاد العملة أو نافذة بيع العملة. تمام. بالوقت الحاضر يعني بعض المصارف بالتصنيفات الأخيرة ما وصلت للمرحلة بي وما زالت بسي ويعني انحرمت من دخول مزاد، وهاي اللي يعني هم واحدة من الأسباب اللي سببت يعني هاي الفوضى اللي نشوفها يوميا الآن. كم مصرف دي يستلم يوميا 7 مليون دولار تقريبا؟ يعني صار شهر هم ما عالنين، كانوا يعلنوا على الموقع الإلكتروني وكنا نطلع عليه، الآن يعني بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي توقف الإعلان، ويعني فبقت مصارف. شنو السبب توقف الإعلان أستاذ عبد الرحمن؟ والله هو قرار من أن سألت يعني قالوا هو قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعهد الإدارة السابقة يعني مو المحافظ الحالي أخذوا، قالوا يعني ده تصير يعني التصنيفات صارت عليها شوية اعتراضات وحتى لا يعني بس أبدأ أعرف يعني تقريبا كم مصرف يوميا يستلم 7 مليون دولار تقريبا 30 يعني 7 حوالي 3-4 مصارف، البقية على 6 و5 وتنتهي بأربعة. أها. أنا اللي شايف النشرة الحد الأدنى يعني 4. تمام. أي وحوالي يعني عدد المصارف يستلمون 30,000 دولار الشركات الصغيرة. تمام. طبعا كانت 100,000 ونزلت 50,000 وحاليا 30,000. تمام. حصة أسبوعية. أستاذ محمد بنتروح للمصرف كتاجر، أي من المصارف اللي يستلم 7 أو اللي يستلم 6 أو اللي يستلم 4 شلون يتعاملون وياك بكل صراحة؟ يطوك رأساً يتفاعلون وياك؟ طبعاً أستاذ قيس قبل ما أجاوبك على هذا السؤال أنا أختلف مع الأستاذ الحسين بالنسبة للمزاد وفائدة التجار من خلال مزاد العملة. طبعاً أكد لك أنه التاجر الحقيقي غير مستفيد إطلاقاً من مزاد العملة، المستفيد بمعنى أوضح أنه الفواتير القوائم قوائم الشراء الحقيقية نعم غير موجودة في مزاد العملة، كلها مفبركة، لا يمكن أكو قائمة شراء أو قائمة استيراد يومياً تاجر يستورد بعشرة مليون دولار يستورد دعبل أو يستورد لعب أطفال أو يستورد ما ممكن عشرة مليون دولار؟ نعم 10 و8 و7 بل لا يقبلون أقل من هكذا أرقام، أنا صارت وياي طبعا ويا كثير من التجار هذا يتم باتفاق بعض التجار مع بعض المصارف طبعا 100% فواتير مفبركة هم ولا يتفقوا هم متفقين يعني مزورة. متفقين التاجر الحقيقي من يريد يروح للبنك اللي يستلم مزاد العملة يقول له عندي فاتورة هاي ب3000 دولار يقول له ما يعني أتحدى واحد أتحدى تاجر حقيقي أتحدى تاجر حقيقي راح إلى بنك من البنوك المستلمة لهذه الحوالات الخارجية
وانطوا حواله بسعر الدوله او بفائده جدا بسيطه ومشوا هي اطلع ما ممكن. لا عاد ليش يطوك اياها استاذ محمد؟ نعم ليش ينطوك؟ ما يطوك حواله استاذ ما يعطيك يعني ما يعطيك تحويل خارجي، يبيع لك حواله، حواله ولا هو يبيع لك، يبيعون البنوك الاهليه تبيع الحواله الى صيرفات زين. الى صيرفات يسموها بيع بالجمله، هذا بيع بالجمله تطلع البلد تطلع الحواله مثل ما تفضل الاستاذ خارج البلد الى مثلا الى دبي او الى عمان او الى تركيا، بنوك معتمده تباع الحواله هناك، انا اريد 20000 دولار اروح على اي 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 ابو صيرفه ابو صيرفه يحول لي مقابل هالقد، مرات مرات يعني حسب نوع عموله التحويل مره زائد مره ناقص، بس المستفيد بكل الاحوال هو ابو المصرف، مصرف ما بيها كل مجال. وايضا موضوع بالنسبه للجمارك وخروج البضائع من الجمارك بصوره غير رسميه، ايضا انا اختلف مع الاستاذ عبد الحسين كون الجمارك تعمل بشكل نظامي جدا جدا جدا، وعندنا اثباتات اثباتات الجمارك مشتغله والسي او سي موجود والكشف لجنه الكشف موجوده وكل شيء موجود بصوره صحيحه، وايضا لا يخلو اي عمل تجاري واي عمل يعني لا يخلو من التزوير ومن الغيره، ولكن اللي يعني هسه اغلب يكشف تزويره اكيد يحاسب محاسبه قانونيه. محمد يعني اغلب الفواتير اللي يستورد من خلالها بضائع مختلفه هي فواتير مزوره تذهب غير حقيقيه عن طريق هذه المصارف، يعني ما اقول مزوره بس غير حقيقيه، اقول غير حقيقيه غير منطقيه غير حقيقيه. اي تاجر اعيد واكرر ايش قد قيمتها يوميا؟ يعني حسب معلوماتي مثلا العمله يوميا 150 الى 200 مليون دولار يبيع يوميا، 150 الى 200 مليون دولار يطلع حول خارجي اعتقد يعني شيء هذا رقم زين. وحجم الاستيراد المعلن السنوي بالنسبه للتجار يعني ما يمكن 40 مليار حسب ما تصريحات الوزارة يعني يتراوح من 40 الى 55 مليار نعم تقريبا هذا هذا زين. ف يعني اكو تناقض تشوف ما بين المزاد اليومي وما بين 100% نعم. اذا 200 مليون السنوية. اذا 200 مليون باليوم او شان اكثر قبل 200 مليون في خمسه يطوف خمس ايام بالاسبوع في خمسه في اضرب في سنه جديده يطلع يعني مقابل ايراد زين. انا اكد لك انه الفواتير التي تقدم الى البنك المركزي للاستفاده من من المزاد او من الحواله الخارجيه هي فواتير ليست بحقيقيه، وانا اكد لك كلامي. وصلت صوتكم للبنك المركزي قلت وصلنا صوت تجار فاسدين يعني وصلنا صوتنا عده مرات عده مؤتمرات حضرنا عده مؤتمرات ونشاطات ويعني يعني ما لا جدوى من الكلام لانه الكل مستفيد نعم الكل مستفيد ومستفيد ليس بالسهولة مبالغ ضخمة مبالغ ضخمة تعادل ميزانية دول يعني ميزانية دول يعني أعطيك مثال على ذلك ذاك يعني قبل فترة هذا موضوع يعني قبل أيام فرق التحويل الخارجي فرق التحويل 16 مليار تمام. 16 مليار يعني يوميا 16 مليار فائض هذه 16 مليار يعني رقم تكفي كبير. رقم كبير تكفي لبناء 10 مدارس او 20 مدرسه يوميا يعني واضرب في شهر في سنه وهكذا تمام. وغيرها من القطاعات الاخرى تمام يعني. استاذ محمد اسمح لنا استاذ محمد وكذلك استاذ عبد الحسين المنذري ان نذهب الى متابعه موجز لاهم الاخبار الاقتصاديه ونعود الى تكمله باقي تفاصيل الحلقه. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجاً. الاختيار الأفضل هو الوطني.
هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني. نقدمه بكل حب لكل وطني. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، وعد الضيوف في الاستوديو الخبير في القطاع المصرفي السيد عبد الحسين المنذري وعضو اللجنة التنسيقية لتجار العراق السيد محمد صادق المرسومي. مرحبا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام. أستاذ عبد الحسين، يعني بكل صراحة كثير من الكلام يدور حول الفواتير المزورة التي تذهب يوميا إلى البنك المركزي عن طريق مزاد العملة. أبو المصرف مستفيد، بعض التجار الفاسدين مستفيدين، وبعض المتنفذين في البنك أيضا مستفيدين، وبالتالي المواطن هو اللي يتضرر سواء من العملية الاستيرادية أم من ارتفاع سعر الصرف. حقيقة موضوع الفواتير المزورة هذا الموضوع انفتح بتحقيق قبل 7-8 سنوات زين، وانحالوا المدراء المفوضين لبعض المصارف الأهلية للمحاكم، تمام، وصدرت من المحاكم عقوبات عليهم وإعفائهم من مسؤولياتهم وسنة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة لكل مصرف بالمقدار اللي يتحول به الخارج العراق. زين. يعني اكو مصرف طلع عليه 30 مليار دينار غرامة استوفاء البنك المركزي على شكل اقساط، بعض البنوك 20 مليار، بعضها 30، بعضها 15 حسب حجم الحوالات اللي كانت تصدر منهم. زين. بعدين سووا عليه انه يعني حتى بوقتها لقوا احد يعني الملحقيات التجارية في دولة معينة كان متواطئ ويا هاي المصارف او التجار بالختم مالته يختم انه تصدرت البضاعة والبضاعة يعني منشأها هو فعلا مريد نجيب اسم الدولة، فصدرت يعني صارت فيها محاكم وانتهت. اعتقد بالصين استاذ عبد الحسين. نعم اعتقد بالصين الدولة، يعني هي صارت يعني في جهة معينة وانتهى موضوعها وانحسم. زين. وسووا آلية جديدة لموضوع الفواتير. يعني الآن أغلب الفواتير اللي ده تجي ده تخضع لرقابة البنك المركزي. زين. وده يعني من يحولون المبلغ البنك المركزي يقول لهم أنا أريد خلال شهرين أدز المفتشين مالتي يدققون على سلامة هاي الفواتير. ودائما تصدر عن تقارير شديدة اللهجة من رقابة البنك المركزي للمصارف من يقول مخالفات ويغرموهم ويعاقبوهم. لكن بعد ما استمر العملية أستاذ عبد الحسين؟ لا ما مستمرة، وإذا مستمرة مستمرة بشكل يعني بسيط جدا. أي بس أحنا بموضوع يعني الرسوم الجمركية والإدخال البضاعة، هي البضاعة دا تدخل وأحيانا كانت أكو يعني عنده مشكلة بعض يعني الجهات معفية من الرسوم الجمركية على اعتبار موازنة يعني تشغيل استثمارية وما يريدون يعني يثقلون كاهل الموازنة، فكانت معفية. بالشهر الماضي يعني البرلمان والرأس الوزراء ألغوا هاي الاستثناءات، قالوا الكل تخضع للرسوم الجمركية والضريبية حتى تصير عدالة. هاي انتهينا منها. نعم. أستاذ محمد، فعلا انتهت قضية الفواتير المزورة ما زالت مستمرة أم زادت؟ والله أستاذ قيس حسب معلوماتي يعني الاستاذ يتكلم عن الفواتير بضمن شيء رسمي وشيء هو يعرفه، بس احنا اللي ممارسين في عمليات تجارية لن ولم نستفيد من اي امتياز مصرفي من ناحية الحوالة الخارجية اللي من ضمنها فواتير القوائم، قوائم الشراء. يعني انا زين، ليش ما يصير مثلا حضرتك مثلا كتاجر، نعم، تستورد من شركة فلانية في الصين في ألمانيا في أي دولة أخرى مبلغ قيمته 300-400 ألف دولار، مباشرة البنك المركزي يحول للشركة؟ طبعا فيك إمكانية. هذا صحيح، بس مو 300 ألف دولار، يعني على 50 ألف، 40 ألف، 100 ألف، ممكن. شنو المشكلة؟ ما ممكن يعني تجابه قيود وتعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أني وغيري وغيري وغيري، أنا ممثل اللجنة التنسيقية دا أتكلم بلسان تجار. يعني أي واحد أي من التجار أي إن كان إذا قال لك أنا مستفيد من حوالة البنك المركزي، أنا يعني أنا حاضر لأي شيء نهائيا. ما يعني ما ممكن العملية، مو سهلة، العملية
ما يسهلوا لك اياها اطلاقا استاذ قيس يعني هو نهائيا يعني يتلك جابه تعقيدات وجابه في 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 امور يعني معقده جدا معقده تمام. وبالتالي ما تصير يعني نهائيا يقول لك روح البنك المركزي لل خلينا نشوف راي المصرف البحث استاذ عبد الحسين شنو المانع من ان تكون العمليه او اليه التعامل مباشره انا تاجر رحت للبنك المركزي يا بان عندي بضاعه بفلان دوله فلان شركه هذا الحساب مالتها يتم تحويل المبلغ وتجيني البضاعه ليش هذا الوسيط واحنا متعودين انه دائما المعقب ده على سبيل المثال هو اللي يعني عزز ثقافه الرشوه ما بين المواطن وبعض المسؤولين وبعض الموظفين ليش الوسيط دائما استاذ قيس الرشيد والرافدين والتي بي اي دائما يعلنون للاخوه التجار تعالوا فتحوا حسابات يمنا وفتحوا ألصيات زين. حتى احنا نحولكم دولار مدعوم ب 1190 زين. اعتقد ياخذون البنك المركزي يعني دولار نمرتين زين. يعني 1192 زين اغلب الاخوه يعني ما يروحون يقول لك انا اخاف ياخذون مني ضرائب عاليه ويرجعوا لي بعد عده سنوات وتصير مشاكل بس اكل الغالبين او ما يروحون ويفتحون واحنا بنص القطاع المصرفي بدنا نشوف بعيننا زين زين البنك المركزي ما يفتح مباشرة لأنه بال 2003 من يعني صار احتلال العراق وسيطر يعني الأمريكان على البنك المركزي وعلى الدوائر الدولة وصار الحاكم المدني بليمر ألغوا بالبنك المركزي أهم دائرتين كان تحكم عمل القطاع المصرفي اللي هي أولا المديرة العامة للاعتمادات زي. كانت هذه المديرية تفتح اعتمادات للمؤسسات الحكومية ويعني أغلبها تفتح عن طريق البنك المركزي وكان يعني يحولوا لهم بالدولار تمام المديرية الثانية اللي ألغوها الرقابة على التحويل الخارجي أيضا لغوها وقالوا لهم أنتوا يعني اتركوا الناس أحرار بنقل أموالهم وسووا لهم يعني فدعالية انه اي انسان حر يحول امواله وين ما كان وفعلا يعني بدأت التحويلات تتم نرجع استاذ عبد الحسين نرجع لتفاصيل هذا الموضوع لكن بعد ان نتابع عالم الارقام في هذه الدقائق هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجاً الاختيار الأفضل هو الوطني هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني نقدمه بكل حب لكل وطني اهلا بكم مره اخرى مشاهدي الكرام استاذ عبد الحسين اذا ما الامريكان لغوا هذه الدوائر العراقيين خليه يرجعوها شنو المشكله هاي تبقى يعني مجلس اداره البنك المركزي اذا هي رغبه عراقيه ايضا لا يعني صار الناس 17 سنه ما رجعوها الان موضوع الاعتمادات حولوا على المصارف الخاصه والحكوميه وماكو هذا ما في مشكله يعني اللي يريد يفتح يروح بس الرقابه على التحويل الخارجي اصبحت دائره رقابه الصرف اخذت هاي المسؤوليه فما اكو مشكلة والاعتمادات تحولت على المصارف زين. الخاصة والحكومية واصبحنا يعني احنا سوق حرة يعني اقتصاد يعني حر والناس يعني احرار تحويل اموالهم تحرير يعني تحويل يعني اعتماداتهم وحوالاتهم لأي بلد بالعالم وشفناها يعني
كل يوم البنك المركزي يحول وما يلاحق، بحيث صارت مفاجأة. يعني كان البلد قبل 2003 كان يعني علينا حصار، يعني فتحوا طريقة يعني الدفع الثنائي مع الأردن ومع الصين ومع دول أخرى، دول بعضها كانت اشتراكية، وفتحوا طريقة استيراد بدون تحويل خارجي على أمل أنه يتم يعني لاحقا التسديد. الآن ده يصير بالعكس، تحويل بدون تحويل خارجي بدون استيراد، لأنه يعني هاي الليبرالية وهاي يعني سوق مفهوم الرأسمالية يعني. أي يعني هو تمام. أستاذ محمد، راح تبقى أسعار سعر صرف الدينار أمام الدولار متذبذبة؟ راح تستقر؟ راح ترجع؟ لو راح تتطور مثلا، راح ممكن تصير حسب المقترحات اللي طرحوها في البرلمان وكذلك في أو بعض الأوساط الحكومية بأن المئة دولار ربما ستصبح عفوا ب 150 ألف دينار؟ هذا متوقع ممكن يكون لو لا؟ والله أستاذ قيس، حسب تصريحات المتسلطين على القرارات والمسؤولين، وبصعود الدولار أو انخفاض الدينار العراقي بشكل تدريجي، حسب الظاهر يعني هدفهم أن يصل إلى قسم من المسؤولين، يعني تصريحاتهم هدفهم يصل إلى 1500 زين لسد العجز في الميزانية. والقسم الآخر من المسؤولين أو قسم الآخر من المختصين يصرحون عكس ذلك. زين. فلهذا السبب يبقى تذبذب السوق، وأزيد وأكرر لجنابك أنه الخوف عامة الشعب من اكتناز الدينار والاحتفاظ به في البيوت، في البيوت طبعا راح يدفعهم إلى تبديله بعملة صعبة للأمان. يعني فأعتقد إذا ما تتخذ الدولة بشكل جاد إجراء في هكذا عمل يبقى السوق متذبذب، وبالتالي يؤثر سلبا على المواطن بشكل مباشر. تمام. أستاذ عبد الحسين، راح يرجع سعر الصرف 119 لو ما يرجع أو 118 لو صعب؟ يعني من خلال خبرتنا السابقة يعني بالقطاع المصرفي 31 سنة ما يرجع 119، بس يرجع يمكن 122 121 يرجع. زين. البنك المركزي ده يضخ سيوله من يعني عده احتياطي، بس هذا الاحتياطي يعني كل ما تشتد الازمه يزيد المبيعات اليوميه. بس طالما اكو يعني ده نسمع مباحثات ويا صندوق النقد الدولي، ويمكن بالباطن اكو يعني موافقه او ضوء اخضر من البنك المركزي لتعديل سعر الصرف الى 150. هم دا يريدون هذا المقترح، اعتقد هذا المقترح ايضا مدرج ضمن الورقه الاصلاحيه. هم هي هاي اللي سببت يعني هذا يعني الارباك اللي صار. زين. فالبنك المركزي طبعا هو الجهه الوحيده بالبلد المسؤول عن يعني تسعير العملات الأجنبية تجاه الدينار العراقي. زين. وتثبيت سعره، ومسؤول عن الفائدة المصرفية أيضا. زين أستاذ عبد الحسين، عفوا عذرا عن المقاطعة، لو افترضنا أنه صعدنا إلى 150 ألف راح تحل أزمات البلاد الاقتصادية مثلا؟ مو هي أسا احنا أنا قبل فترة حسبت البنك المركزي حاليا دا يشتري الدولار من مبيعات النفط من وزارة المالية ب 1182. زين. حسبت اذا هذا السعر حولوه 18 نمرة قاموا يشتروه ب 1200 ومبيعات يوميه 200 مليون دولار، يعني حوالات اغلبها وهاي لمده سنه كامله، حسبتها بحدود 900 مليار راح يصير الفرق على 18 نمرة. زين. معناه بكل نمرة بحدود بكل 10 نمر بحدود نص تريليون، 500 مليار لمدة سنة كاملة. طبعا عراقي هذا الكلام عراقي يعني. هذا حسابي أنا يعني. زين. حسابي يعني مو حساب يعني مو بحاسبة يعني حساب يعني أنا بس أريد أفهم منك. نعم. أستاذ عبد الحسين، لو افترضنا أنه الدولار صار 150 ألف، نعم، راح تحل أزمات البلاد الاقتصادية أم لا؟ والله يمكن العجز يتغطى ويزيد، وبعدين عندنا مبيعات النفط ممتازة. وإذا واجهتنا مشاكل اقتصادية أخرى، انخفاض أسعار النفط غيرها، احنا راح نرجع نصعده بالتالي، مو صحيح؟ احنا عندنا يعني موارد متعددة بالإضافة إلى إيراد يعني النفط، والنفط هسه حاليا ينباع
ب50 ونفط البصرة الخفيف ده ينباع بدولار أكثر من برنت. تمام أستاذ عبد السلام. أحياناً بدولارين. أظن على المقاطعة. فتجينا يعني الموازنة راح تتغطى ويتحول للموازنة الاستثمارية يعني. تمام أستاذ نفس السؤال أستاذ محمد صادق، لو افترضنا أنه صعدنا سعر الصرف ل 150,000 راح تحل الأزمات؟ يعني إذا تحل الأزمات بشكل جزئي إذا كانت البنك المركزي يبيع يصعد سعر الصرف يعني زين يعني يوازن يخليه متوازي مع سعر السوق ممكن يعني ممكن حل من الحل. وإذا واجهتنا مشاكل اقتصادية مستقبلية أم راح نرجع نصعد؟ والله يعني من مثل تفاول بخير تجدوه سأل قيس يعني احنا خلي نحل الأزمة اللي احنا بيها وراها نشوف شنو اللي يصير يعني. تمام عذرا على المقاطعة ولضيق الوقت نتابع سوية قبل الختام أبرز رحلات الخطوط الجوية العراقية اليوم غد. في الختام تقدم بالشكر الجزيل للضيف الكرام الخبير في القطاع المصرفي السيد عبد الحسين المنذري وإلى عضو اللجنة التنسيقية لتجارة العراق سيد محمد صادق والمنصور. مشاهدي الكرام نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج دينار. دمتم في أمان الله.